ضيفتنا النهاردة تؤمن بأن الحياة المتوازنة هي تكمن في اتباع نظام غذائي صحي وأكيد الرياضة، ولكن الأهم أن احنا نكون إيجابيين في حياتنا. نادية أبو طالب هي خبيرة تغذية صحية وهي الفاوندر لكونسبت بي جود تو يو. نادية ميرسي ان انت يعني مستضيفانا النهاردة عندك، وأنا جيت مخصوص علشان نغير وجهة النظر اللي هي أنا بالنسبة لي خاطئة وانتي غيرتيها لي شخصياً، إنه الأكل الصحي لازم يكون ممل أو طعمه وحش أو شكله وحش. إزاي نقدر نعرف الناس إن الكلام ده مش صحيح؟ بصي، المشكلة إن الناس فاكرة إن الأكل الصحي هو أكل المستشفيات، الأكل المسلوق، بس هو غير كده تماماً. انا لما درست culinary nutrition فهمت ان الاكل الصحي تقدري ان انت تعمليه بانك يبقى اكل صحي طعمه حلو مشبع، شكله يجنن وشكله حلو لان انت بتاكلي طبعا بعينك الاول. مهم قوي ان انت تبتدي يومك بالفطار. النهارده انا الفطار عباره عن يوجرت بارفيه. يوجرت بارفيه تقدري انك تعملي ليرنج فبيبقى شكله حلو. أوكي. وبتحطي زبادي. أوكي. لو ما بتاخديش البان تقدري تاخدي كوكونات يوجرت. بعدين بتحطي شوفان، بيبقى شوفان متحمص بمكسرات. اوكي. ترجعي تحطي لير تاني زبادي. ممكن اي فاكهه ولا حطي اي فاكهه؟ أوكي. عندك حطي موز، حطي فراوله، حطي اي باريز، حطي اي اي فاكهه احنا بنفضلها، مش لازم تكون فاكهه معينه بعينها. بالظبط. بعد كده نقدر قبل او بعد الرياضه، وقت ما كان احنا بنعمل رياضه الصبح او ايا كان بعد الظهر، نقدر ان احنا ناخد سناك او وجبه خفيفه ما بين الوجبات، وده اللي نادي بتقول عليه دايما ان احنا لازم نخلي الفتره ما بين الوجبه والوجبه مش اكتر او اقل من 3 ساعات. من 3 ساعات لازم هتاخدي سناك في النص. فاذا غلط ان الناس تنسى تاكل. بالظبط. لازم نركز ان احنا ناكل او ناخد سناك. السناك انت عامله لنا حاجه مختلفه، عامله لنا سموذي. عامله لكم سموذي. أوكي. السموذي عشان سهل انك تعمليه. بتحطي بجد، افتحي الثلاجه اي حاجه عندك في تحطيها في الخلاط، عندك موز، عندك فراوله، عندك اي فاكهه حطيها، عندك شويه سبانخ حطيها. أوكي. عندك نعناع حطيه، تقدري تعملي ميكس اللي انت عايزاه. انا النهارده اللي عملته بي بلاست. اوكي. بي بلاست عباره عن موز وفراوله وبنجر. ايوه، وبنجر. ولازم تحطي شويه خضار برده معاها عشان ما تبقاش كله برده السكر، يبقى في شويه برده توازن. توازن بالظبط. انت بتاخدي فيتامينات ومعادن من حاجات ثانيه. اوكي. فحطي فيها بنجر وفيها نعناع. تمام. وفيها لوز، ومعموله من لبن اللوز، ولبن اللوز ده سهل جدا. الوجبه الاساسيه اللي في نص اليوم وهي الغداء. نادية اشرحي لنا ازاي نقدر ان الوجبة بتاعتنا تبقى متكاملة بالنسب. عايزة تبقى وجبة متكاملة يعني لازم يبقى فيها بروتين، لازم يبقى فيها كربوهيدرات، لازم يبقى فيها خضار. أوكي. لازم يبقى فيها جود فات. فهنا انا اخترت الفريك. الفريك بديل للرز الابيض. أوكي. تقدري تستخدمي الفريك، تقدري تحطي رز بني، تقدري تحطي كينوا، بس تبقى نسبتها من الطبق المفروض تبقى ربع الطبق، ما تبقاش اكتر من ربع الطبق. أوكي. الربع الثاني من الطبق يبقى البروتين بتاعك، وده بيبقى تقريبا قد الكف بتاعك المفروض. فبتبقى فراخ، لحمه، سمك، جمبري. طبعا نص الطبق عايزاه نحاول ان احنا يبقى خضار وخضره. أوكي. على قد ما نقدر. أوكي. والخضار والخضره تحاولي ان انت تستخدمي اللي في السيزن دلوقتي، ان الدهون الصحيه لازم تبقى موجوده برده في الطبق. ممكن تمثل من افوكادو، ممكن تبقى زيت زيتون. أوكي. ممكن يبقى مكسرات. بالظبط. نادية دي معلومه مهمه جدا، هل احنا فعلا محتاجين الدهون الصحيه علشان جسمنا يمتص يقدر ياخد الفيتامينات من الاكل فبتحتاجيها؟ طبعا ما تاكليش يعني ما تاكليش فرشه كبيره منها لانها فيها كالوريز كتيره. كوبايه زيت زيتون؟ لا طبعا، هتحطي معلقه زيت زيتون على السلطه بتاعتك، هتحطي ربع او نص بالكتير افوكادو،
تاكليها بس أوكي. يعني ما تروحيش تاكلي 2 3 يعني. طبعا العشاء انت قلتي لي انه لازم او يفضل ان هو يكون ساعتين قبل النوم اوكي، ويفضل انها تبقى حاجه خفيفه أوكي. وحاجه خفيفه بمعنى ان هي تبقى سلطه، تبقى شوربه. انا النهارده لو زهقنا بقى انت لو زهقتي بالظبط عامله حاجه مختلفه اللي هي الزودلز أوكي. والزودلز دي عباره عن كوسه اوكي تقشره رفيع زي كانها مكرونه اوكي، وبتعملي معاها صوص طماطم، ممكن تبقى تشاري طماطم بالريحان. نادية، أسئلة سريعة الناس محتاجة تعرفها. بديل السكر؟ بديل السكر العسل الخام، ميبل سيرب. تقدري تحلي حاجات بموز، ببلح أوكي. ممكن برضو استخدمي ستيفيا أوكي. بديل الملح؟ بديل الملح ملح البحر أوكي. بديل الزبدة والدهون؟ أحسن دهون تقدري تستخدميها هي زيت الزيتون، زيت جوز الهند أوكي. زيت السمسم، زيت الأفوكادو. حتى زيت الأفوكادو مظبوط. ميرسي جدا يا ناديا، ثانك يو فيري ماتش.